الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ولا ليال بشهر رمضان الله سبحانه وتعالى وشيدوين ييولل يم معنى يال أيال الدون يال لغو حقيقيو يولل كاو حكم إذا بشهر رمضان للدون يال لغو حقيقيو إلا حقيقي عبودية الله جل وعلا إلهي أدون نمدي سينين حقيقي إنين الله سبحانه وتعالى أدون ما إنو نقن وأدون نمدي سينين حقيقي أدون نمدي إلهي أدون الله نقن وتعالى سبحانه وتعالى أوينو أبرتي أكون خلينو كاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وحوال سبحانه وتعالى آية ضبضا كديدي إن أنو دلدلين وأبورين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ورم وحد أمة لينيسان دلدل ألا سبحانه وتعالى إنو إذين أبوري أيحسب الإنسان أن يترك سدى إنسانكم موحو أمة لينا يا إلا إسكجت تغيو وإنتو ألا سبحانه وتعالى أبورو إنو فراك قاضيو لا يؤمر ولا ينهى إنا وحبلا أمرين وحبلا فرين وحبلا قريبين حدود لو سمعينين سودونا يسغن نولانا يمساسة أمة ليسين إلهي مكوحة صورة ديدي وحو آياتك لينو قعدي وحو الله سبحانه وتعالى إن وأبرتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شينك يا إنس قومان أبور إن عبادة إذا حقيقيا ميانا وحكالي إذن غاية يا أجيد الله سبحانه وتعالى أكو أبوري وإن أدون مدي ساد حقيقي سو وألا سبحانه وتعالى أدون أدون نقطه حنسوي الدينينا الضون لما دو محيطها كورمون نقونا يقفكو الضون الضون لما دو الله بشي أيالو حقيقيني وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر عبادة ألا جل جلاله إلهي الضون لما ديسو يا عبودي يديس يعني الله سبحانه وتعالى أضل الله النقضاء لبا أضب أحد بك تاغن تهي إذا وحي تهي الله سبحانه وتعالى إن تشعلاته شعل لبا إن هذا الله سبحانه وتعالى وهيس وهذا كو شعلان يسو إن الله سبحانه وتعالى كو نعمي هذا كو شعلان يسو نعموينك كلا الدوان إيه الله سبحانه وتعالى وكوغ نعمي إلهي شعيل لبا إلا شعيل هذا شعيل كيسا لغه الرئيسية شعيل لذاك قضب كاللبات إلا قل لما نعي شعيل كاس دلين إلهي ليس دلين لبضا سيهدي أي كلمان أي أدون نمدو حقيقو بيسا وحدي عكرت قفك بين آدم كأه قف بين آدم واللم إذا إنو تشعلاده وصردبه تشعلاده لكن آنو أدو اللوبين وحدي عكرت قفك إنو قف أدو اللوبه قلو أود شاكته لكن وحوي آنو تشعلين أو كلتشوغ بقدين يدلي أو كلتشوغ لكن لا بد أسمرك كلمان شعيل دبا أو الله سبحانه وتعالى أتشعشاي أو أي وهلسو ذلي إلهي أديسو ذلينيس أو أديار أتاهي إن فود دادي كوغو الشرف تبضنا هل كي أدعكت لغي سينا دكتو أدو إلهي سو ذليني
meeshay noo aqto aqto inoo taalo inaad intaad foorarsato inaad madaxaaga iyo foodaada waa meesha dadku ka kibraan ay kor u taagaan ee lama taabtaanka ah meeshaasaa meeshii caguhu yaallayn iyo dhulkii la dhigayaa ciidda waxa weeye lagu xuqayaa iyo marmarka iyo sibirka iyo roogaga dullayntaas ayaa cubuudiya la yidhahda alcubuudiya waxa ay tahay waxa qofku uu karaamada iyo sharafta uu ku helay waayo shaygu wixii loogu talagalay marka loo isticmaalo shaygaasi qiimu yeelanaya shayga haddii laga helo meel aanu qiimo ku lahaynna qiimo ma yeelanayo marka cuudka noocyada ugu qaalisan marka la eego waa qori waa khashab waa looxyo waa geedo haddii waxa weeye lasoo qaado oo waxa weeye meel bannaana layska dhigo waxay noqonayaan qashin layska safaynayo laakiin marka lasoo qaadee dab lagu shido markaasuu qiimahooda iyo udgoonkoodu soo baxaya moobilka aynu isticmaalayno haddaynu u isticmaalno hadal iyo adeegyada iyo baraamijta ku jira aynu u isticmaalno iyo haddii aynu ka dhiganno seesar koobka shaaha la saaranayo waxa weeye kala qiimuu yeelanaya insaankuna wixii alla uu abuurtay waa cibaadadiis hadduu alle subxaanahu wa tacaala u cibaadaysto ilaahay addoonnimadiisa u xaqiijiyo qofka noocaasi qiimo badan buu yeelanayaa ilaahay agtiisuu qiimo ku yeelanayaa khalqiga agtiisuu qiimo ku yeelanayaa walidaalik ayaa culimmadu waxay ku tusaaleeyeen qofka bini aadamka ahi wixii loo abuurtay haddii uu garto ilaahay cubuudiyadiisa iyo addoonnimadiisa uu xaqiijiyo oo alle subxaanahu wa tacaala u cibaadaysto aateeco qofkaasi wuxuu la mid noqonayaa malaa'igta bal culimmada qaar waxay leeyihiin waa ka qiimo badan yahay oo addoonka wanaagsan ee cibaadaysanaya iyo malaa'igta ilaahay uu xushay ama fadli badan ayaa culimmadu ka doodeen malaa'igta ayaa laysku hayaa ma la qiimayahay mise waa ka fadli badanyahay mise waa ka hooseeya tartan buu la gelayaa malaa'igta bini aadamkii haddii uu xumaadana oo cibaadada alle subxaanahu wa tacaala uu ka baydhana hadba inta uu ka fogaaday ayuu waxa weeye halka ugu hooseysa uu tegaya iska daa malaa'igta iyo samaawaadka inuu tiigsado xayawaanaadku la qiimo noqonayaa bal waa ka sii liidanaya ilaahay wuxuu ihi ya'kuluun wayatamattacuun kama taakulu alancaam way raaxaysanayaan waxbay cunayaan sida xoolahoo kale yacnii xoolahay la mid yihiin in hum ilaa kalancaam aw adallu sabiila xoolahay la mid yihiin ama way ka liitaan buu yidhi alla subxaanahu wa tacaala wamathalu aladiina kafaruu kamathali aladii yancicu bima laa yasmacu ilaa ducaaan wanidaa waxaa lagu tilmaamay marka dadkaa loo dhawaaqayo cibaadada alle subxaanahu wa tacaala ka gaaloobay waxa weeye sidii kii ku dhawaaqayay xoolahoo kale waxaan maqlay ilaa loo qayliyo mooyaane ayuu alle subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay cibaadada alle subxaanahu wa tacaala waxaynu ku xaqiijinaynaa bisha ramadaan baynu ku xaqiijinaynaa bisha ramadaan waxay ka mid tahay saynu ogsoonnahay cibaadooyinka waaweyn bal arkaanta waaweyn ee islaamku uu leeyahay ayaa mid ka mida laga dhigay marka bisha ramadaan in la waajibiyo ujeedooyinka waaweyn ee ilaahay uu ka leeyahay waxa ay tahay
إن إلهي أدوني مدي سي عبودي يدي سلا حقيقي الله سبحانه وتعالى حكمديس الله سبحانه وتعالى نحريسيس الله سبحانه وتعالى فضضين تونا فضضين يا عبادديس أيوة الله سبحانه وتعالى عبادوين كينو بدي وحكدي النوعية كلا دول قابب كلا دول أوقفك إلهي أدوني مدي سي عبودي يدي سوكو حقيقي وإلهي وقع عبادي سني وحلقة دقي قيب واجب بالقة دقي وبشي رمضان صوم كذا ولا واجبي شنتي صلاة دود ولا واجبي حج كي فر البالقة يا له المر عمري الزكاة دي سنة يا له المر بالله واجبي عدي أوديس عبادو ينبا الله سبحانه وتعالى قيبك كم إذا واجب كدقي وحكى له كوا الله صعدك وصلنا يا له وقفك أجر لك السيني لولا بالله بيو هدي ولي ما دو هدو اسكدا ينا وح دنبية يا وح عليس يا وح حسابي أنا سرنين أو سنة يا له أو صلاة بضم بسنة صوم بضم بسنة صدقوي بضم بلتشيدي أو سنة حجك يا عمر ذي إلا سوء العريان لتشيدي أو سنة لنا كلا الله سبحانه وتعالى عباده كوا إنه كردو عباده وحلا قد جاي صلاة مد وحلا قد جاي صوم بشهر رمضان يا وحي الله مد مد وحلا قد جاي حج كعبة اللي حجيني مد وحلا قد جاي حول الله بحيني نوعية كردو نبضن أي عبادة دي اللي قد جاي سيقفكو عبادته كلدو بل والا بلاريي اوحو النبي كسو قرسي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة وحوهي ينكو هدو حاسكي سو قلمون ايو اولا بدي قبي ايسو تغيان يدا لفت يدا الصدقة يا عبادة اوحو بلاريي مفهوم كي يمعنه عبادة الله سبحانه وتعالى بلا بلاريي وحلت المامي حتى ما تجعل في امرأتك إن صدقتها بيلك يا وحا وحاسك سأفك أقلنا أيو أو كبيلنا أيو وحلت المامي أجر يا صدقين أيو طه كالدونا شهابا أيا ألا سبحانه وتعالى بشر رمضان نينوش دي وعباد الصوم لإله ذو إلهي وينوش دي سي وحويه اين قابب كلا دوان او صوم كم دي هي اين الله سبحانه وتعالى وعباده سنو عبوديه الله سبحانه وتعالى يا عبادتيس ما كل حقيقيو قفكو كصفوبو وحو الى هي غارسين يا مقامات يا بوصص ادي ادواوي ولذلك ستادرت أي الله سبحانه وتعالى مركو النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودتشيين ماله يا بوصص نبي لقلت المامي عليه الصلاة والسلام حواشس مالي مما شيء كقيمة بضنتهي وحلقوا مقعابي يا الضون كي إلهين وياي وحلت المامي مركي وحي وكسو دقي فأوحى إلى عبده ما أوحى وحي يقولون ووحو دادك ديريه بني آدم كو ديريه يسغي أنبياء ذكرا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكي قال ذي كل هذا الأنبياء بشرنا لم يذباتهين وحي يقول شوابيا أنبياء نعم ها بشر إذ لم يذباننا لكن الله يمن على من يشاء من عباده إلهي أدو مدي سعدو دونو كقال لضا أو وحكو قاري إلا وحاقو إن أنبياء إن قصوا عن تاي ووحي إن الله سبحانه وتعالى وحي أو أدورتي أو كسو دتشو يا أنبياء يا رسول الله وكردقين وحلو أدورتي مقام كاس يبوس كامركي اللي قلت المامي إنو يهي أدونك يا الله سبحانه وتعالى وحلو مده
مركي النبي عليه الصلاة والسلام لدي المي إلا قاضي وحوي نلك إلا جاي من فوق سبع سماوات تضبض السماء كركو ذا اللي جاي وحلو قلت المام أدور نمو سبحان الذي أسرى بعبده الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده وحلو قلت المام إنو أدوني أدون كي ألو إياه وأنا حال ذي النبي قلت لما يسكترنا مكان لقد علمي بيت المقدس بان لقيه كدبنا وحلو رفعيه حق الصمدة يا حق الله سبحانه وتعالى وكر له قاضي انتو الدنيا ذا تشوغي وحال ذي وقلت لما يسكترنا يا الله صدوي يا إلهي أكتي سوتي وأحكى قيمة بضان هدين لقرن أيوه أظن ماذا قال إلهي ميش أسوك شيء لها سبحان الذي أسرى بمحمد لمورن بنبيه لمورن برسوله لمورن ما قاعدين سكرا لقو ما تلمامن وحلقو تلمام تلمان توقيمها كليه وأه أظن ماذا قال سبحانه وتعالى وحلم إذا كتابك قرآن كامرك لقصه دتشيني أظن ما الله ضرت وأنه لما قام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلهي بما هدى ما أنت ذسكله أنزل على عبده الكتاب الدون كيسا محمد كتابك سودة الشيء وحلو قلت الماما إنو الدون يا حيبا لو قلت الماما حال ذا أقول لما يسكتر وحكم إذا قفه مركب صلاة الليل تكن يا إلهي أرتاقيه وحلقوا تلمامين والدنيا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا مركو يستاغي الدون كي ألا سواء الله سبحانه وتعالى بريي صلاة الليل كي ويستاغي سواء دعي سني وتكني وألا سبحانه وتعالى بريي وحلقوا تلمامين والدنيا هيبا الله سبحانه وتعالى كتلمام ولا الله يال ابن آدم كو وكو خصبن يهي وكمار من مايو إنو حوي عبودية وكو صفي سنادو هدو إلهي عابدي وايو وحيابك لو عابدية تتكع عبادة ألا سبحانه وتعالى اللو قتاقو أي والخمر جايس كدا إلهي بحارة انتيني مي ميوان عبايا نفتي ذا شعل وارسلادتكو ما أودو بشهر رمضان صوم ما سومي كرو حلت المامي إني هودو دعابوديا ينفتو دوحي شعشاي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وحا إله النقرية أو عابوديا هوديس مرهدوس حكمي وايي ألا سبحانه وتعالى أوهو قان سمي وايي عدة هاقيسا وهوديس يا شيطان كوي وحنا بقول تلمام عليه الصلاة والسلام قفكو هدو الدنيا دك هدو الدعور أو شعلا ذو أو إلى هيدتك وكو طبيعي الدنيا ذا شعيل كيد إلى هي وكو طبيعي كدبنا أو أطيع أو يد أو هو كان سمو أو وح الله لو حضون أو هو صمي وحي ماشي للدون يا إنو كب حينا كقابيو حلو قلت المامين وأدون وياه تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وحاهوغي شلنك يدينارك يدرهمك قفك الضنك والنقضي أد اللوبي شعيل كيدا كنت لحتغي أكرا مساغي أياهوغي بولي نبغ عليه الصلاة والسلام وحولي نبغ عليه الصلاة والسلام واهوغي خفك سنوى خاص بوردعي وقف لي تايو نغضي قضحي هدي مدن اللغة مصو صارو بمعنى اللو قرقاري ماي اللو هيل ماي إذن بشهر رمضان وحين كفى إذا سنينا إن نحقق عبودية الله جل جلاله حكمة ذها واوين
اللوجي دي بشر رمضان وحكم ده إن الضون لماذا الله سبحانه وتعالى حقي جسو عبادوين كردوان صوم كم دي إن كم موجسو الضون لماذا الله يشعيل كالله يسداد إلهي وأدي عيسو سداد أمر كيسو فلنيسو سداد ودك تورانيسو وحي الله سبحانه وتعالى كاريبي بشر رمضان تلمانها النقطة إن أي تهاي بشي اللي موجينا يي سيدا نبتها وحوي عبودية ذا الله سبحانه وتعالى سهين الله قدكتو إن أدون لماذا الله سبحانه وتعالى بشي رمضان لحقيقنا يو إن بلاها كلنا أينو داف يا نصيب يا شانس أينو كسينو كل سيدا بشي رمضان لو عباديستو بلاها كلنا لقاري ما يو لو عباديسن ما يو لكن سددوا وقاربوا إن لا نحن حاتصدو إن لا ندويستو إن لا ندالو أيا إن شاء الله تعالى لغو قاريا انتينو حلقة دان تحكتينو كقارينو إلهي بني ذكا قتريا دمتم في رعاية الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.